التقى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بمقر إقامته بباريس بالسيد محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية. وعبر رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة السودانية الكبير للدعم المستمر الذي ظلت تقدمه قيادة المملكة للبلاد خلال الفترة الماضية، خصوصا دور المملكة في ملف الدين الخارجي للسودان. من جانبه أكد وزير المالية السعودي تعهد المملكة العربية السعودية بالعمل المشترك مع السودان في مفاوضات معالجة ديون السودان مع دول خارج نادي باريس، الصين، الكويت، الإمارات واليابان، وأن الرغبة الأساسية ستظل هي إعفاء الدين بالكامل وليس تخفيفه. كما تناول وزير المالية السعودي نقاشاته مع محافظي البنك المركزي السعودي المتعلقة بإمكانية فتح أفرع لبنوك سعودية للسودان لتسهيل تنقل رؤوس الأموال بين البلدين، بالإضافة لتسهيل عمليات تحويل المغتربين السودانيين. نفى مكتب رئيس الوزراء تصريحات منسوبة لعبد الله حمدوك زعمت وسائل إعلام أنه أدلى بها لمراسل صحيفة معرفة الإسرائيلية بباريس، وقال المكتب أن هذه تصريحات كاذبة ومفبركة ولا أساس لها من الصحة. وقال المكتب أن رئيس الوزراء عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا أذيع على الهواء وأجرى حوارا مع صحيفة الموند الفرنسية ولم يتحدث لأي وسيلة إعلام أخرى. أفادت مصادر صحفية بأن ميليشيات أثيوبية مسلحة توغلت داخل الأراضي السودانية بنحو 5 كيلومترات داخل محلية القريش الحدودية التابعة لولاية الجبارك وغتال الصيادة بعد أن قاوم محاولة لاختطافه، وطلب عدد من المزارعين والرعاة والصيادين الجيش السوداني مجددا بالانتشار وتنظيم دوريات في المنطقة الوعرة التي ظلت تستغلها الميليشيات الأثيوبية المسلحة وعصابات الشفتة في إنفاذ عمليات السلب والنهب وقطع الطريق. أكد عثمان قرشي مدير ميناء الخير المتخصص في مناولة المشتقات البترولية انسياب حركة تفريغ ناقلات الوقود البترولية بصورة طبيعية خلال الأيام الماضية دون أن يتأثر الأداء بعطلة عيد الفطر المبارك، وأضاف قرشي أن ميناء الخير جاهز لاستقبال وتفريغ كل ناقلات الوقود بكفاءة وسرعة في الأداء.